ترأس مساء أمس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدر عباس نشاطات الحملة السياسية للدخول السياسي للحركة الوطنية بالدائرة الثامنة، وذلك بحضور الأمين البلدي بجد ممار وعمدة عمداء الدوائر بجانب سلطان مدينة أنجمين بحر الدين عبد الشافي. الأغاني الحماسية انطلق الدخول السياسي للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة الثانية، حيث احتشد مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في ساحة الأمة، وذلك بهدف تشكيل مستشاري المجلس البلدي لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ. وقد تم تشكيل المكتب الاستشاري للمجلس البلدي الذي يتكون من 21 عضوا يترأسهم الأمين التنفيذي جبرين تشيري. وفي بداية الحفل تحدث رئيس اللجنة التنظيمية عن ضرورة الوحدة الشاملة، بغية تنفيذ البرنامج السياسي لحزب الحركة وتحقيق المسيرة الديمقراطية. الأمين العام لمناضلي الحركة بمدينة أنجمينة أبا جدا ممار بأن الأنشطة السياسية لحزب الحركة تسير بخطى ثابتة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدر، الذي قدم شكره لشباب الحركة وخاصة الرؤساء المجالس البلدي وحثهم على بذل الجهد ومزيد من التضحية والوقوف خلف الرئيس المؤسس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، شاكرا الحضور على مشاركتهم في نجاح عملية الإحصاء الرقمي في الانتخابات الرئاسية الماضية. وللإشارة فإن الحملة السياسية تشمل الدوائر العشرة بالعاصمة أنجمينة. عقد رئيس منسقية الأغلبية الرئاسية عبد الرحمن جسنباي مؤتمرا صحفيا بدار الصحافة الشادية، تناول من خلال مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز الديمقراطية والتنمية الشاملة بالبلاد. حليمة السعدية. جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمته منسقية الأغلبية الرئاسية تحت إشراف رئيس منسقية الأغلبية الرئاسية هذا، وقد أكد خلال حديثه بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي ساعد الأغلبية بانتقابه رئيسا فإنه لا شك يعمل من أجل إرساد دعائم الديمقراطية والتنمية الشاملة في البلاد. وغير الشاهد على ذلك نجاحه في مؤتمر باريس للطاولة المستديرة التي شملت كافة الجوانب الإلمائية كالتربية والصحة والبنية التحتية والطرق. وخلال هذا المؤتمر الصحفي طرحت عدة أسئلة من قبل الصحافة العامة والخاصة استهدفت جلها مختلف المحاور التي نوخش خلال المؤتمر. والجدير بالإشارة أن هذا المؤتمر الصحفي الذي أقده منسق الأغلبية الرئاسية عبد الرحمن جسنباي يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين المجالات الإلمائية الاقتصادية منها والسياسية في الوقت الراهن. قدم اليوم رئيس الشبكة الشادية للتقييم المشاريع محمد جمعة كرنتي حديثا صحفيا تناول فيه تقييم عمل العديد من المشاريع التنموية التي لعبت دورا كبيرا في تغيير حياة بعض السكان. نتابع جزء من حديث رئيس الشبكة في ميكروفون الزميلة ابتسام موسى عبدالله. هنا أسسنا الريزو تشاديان دي سوفي ايفالياسيون في 2013. سبب هنا التأسيس حقنا ده تعرف الحكومة بيسوي مشروعات كتير مشاريع كتير عشان يغير حال هنا السكان حقنا. المشاريع ده واجب ينتو نتيجة مشي واحد في فكرنا شفنا يعني واجب ده المشروع كان خلاص خطوه وقا يخدمنا ناس ينقلوا البلاغ يشوفوا في الطريق المشروع ده واجب الهدف هل ماشي في الهدف ولا كماكي كمانينا ماشي بوين ولا كمش المشاريع ناس دايرين يأسسوا يقولوا المشروع ده يعني واجب انت يغير حال هذا الشيء ووقت انتوا تشيلوا الاساس ده مواجب تلقوا الخبر الاساس تقبل المشروع ده تألفوه وبعد ما ألفتوه يعني يشيل المشاكل كله وبعدين كمان تمولوه.